لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، يعني ينشغل المسلم بأوامر الله سبحانه وتعالى، يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عز وجل عنه في نفسه وفي غيره. إن كان له زوجة فيأمرها بطاعة الله وينهاها عن معصيته، وإن كان له أولاد يؤدبهم كذلك على نفس المعنى، وكذلك ما يستطيعه من الأمر والنهي في عموم الناس. قال: وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. يعني مثلا العبد إذا أمر بالصيام فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام حتى يحسن تطبيق وتنفيذ هذا الأمر. إذا أمر مثلا بالحج والعمرة قبل أن يسافر ويشرع في ذلك، عليه أن يتعلم أحكامهما وهكذا. يقول: وأنه ينبغي مراعاة، وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. أيضا معرفة النواهي، إذا حرم الله عليه مثلا أكل الميتة فعليه أن يتعرف على أحكامها، وهل يدخل في ذلك مثلا هذه اللحوم التي تذبح في دول الكفر أم تختلف، وما الحد الذي يبيح له أكل هذه اللحوم، متى تباح ومتى لا تباح، لأن الله عز وجل نهاه عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله. فعلى المسلم أن يتعلم كذلك النواهي ويجتهد في تركها. يقول: وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواه حث على تركها. ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد، لأننا كما رأينا الآيات السابقة تتحدث عن غزوة أحد. طيب، لماذا أتت هذه الآيات التي تتحدث عن تحريم الربا والمسارعة إلى الجنة، يعني وسط هذه الآيات؟ لأن الآيات التي ستأتي أيضا تكمل قصة غزوة أحد، لما جاءت هذه الآيات بين آيات قصة أحد؟ يقول: لعل الحكمة في ذلك أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، الآيات السابقة يعني. يقول: فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. يعني الآيات بيّنت أن النصر سببه الصبر والتقوى، فجاءت هذه الآيات تبين شيئا من خصال أهل التقوى حتى توقفنا على أسباب النصر. يقول: ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات 3 مرات،
مرة مطلقة في قوله أعدت للمتقين، ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله وقال واتقوا النار. فقوله يا أيها الذين آمنوا، كل ما في القرآن من قوله يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح. يعني بعض الناس مثلا ربما يقصر في الصلاة، ما السبب؟ السبب هو ضعف إيمانه، فهو يحتاج أن يزيد إيمانه بالتأمل في آيات القرآن والتدبر فيها وكثرة الفكر في آيات اليوم الآخر، فإذا زاد الإيمان سارع وبادر إلى الامتثال. يقول فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا دخل إذا حل الدين على المعسر، إنسان له مال على آخر وحل وقت السداد ولم يحصل منه شيء، يبقى الإنسان المدين ليس معه شيء ولم يحصل منه شيئا أو ولم يحصل منه شيء، قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك، يبقى يطيل له المدة مقابل إيه؟ الزيادة اللي بيسموها إيه؟ لا دلوقتي بيسموها اللي هي إيه؟ فايدة إيه بتاعت التأخير، غرامة التأخير، خدت بالك؟ يقول له خلاص معيش دلوقتي أدفع، يقول له خلاص نديك شهرين كمان بس بدل ما هم 200 يبقى خليهم 250 220، يبقى الزيادة المالية مقابل الزيادة في الأجل. يقول إما أن قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك، قال فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع. ففي قوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنذار المعسر، يعني إنسان لك عنده مال وهو معسر ليس معه ما يدفعه فعليك أن تنذره، ليس ذلك مستحبا بل يجب عليك، لأن بعض الناس يقول أنا أشتكي ويحجز ويحبس، طيب وما الفائدة؟ لا يجوز لك أن تفعل ذلك، طالما كان فعلا معسرا يجب عليك أن تنذره وأن تمهله، وما استفدت من حبسه؟ لم يأتك المال وهو قد أصيب بضرر، ما يستطيع أن ينفق على نفسه ولا أهله ونحو ذلك، ولذا قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول أوجب إنذار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى والفلاح متوقف على التقوى، ولذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وذلك بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فالمعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة، ولذا قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وذلك بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي، فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول الرحمة، كما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآيات، وستأتي معنا في سورة الأعراف. نتعلم من هذه الآيات حرمة أكل الربا والتعامل به سواء كان أضعافا مضاعفة أو ما هو أقل من ذلك، وإنما نهت الآية عنه
أضعافا مضاعفة، لأن ذلك كان هو الموجود عند العرب، فخرج ذلك مخرج الغالب. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أن التقوى من أعظم أسباب الفلاح. وقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أن النار قد أعدت في الأصل لأهل الكفر، ومن كان من أهل الإسلام معه شيء من المعاصي فهو قد استوجب النار بذلك إن لم تشمله رحمة الله، فقد يغفر الله عز وجل له وقد يعاقب على معاصيه إن مات غير تائب منها، هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم أخيرا طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الرحمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.